متواجدين في منطقة بوستيبا، مشروع سحاب بوستيبا. طبعا المشروع مميز جدا، مش مثل باقي المشاريع. العمائل على شكل دائري تقريبا، على شكل سحاب يعني، كل دور فيها 4 شقق. راح نعرض لكم ان شاء الله شقة الطابق تقريبا 14، عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 190 متر مربع. طبعا المجمع بشكل عام عندنا فيها جلسات عائلية، وعندنا في المرحلة الثانية اللي تحت فيها ألعاب أطفال، جلسات عائلية بالإضافة إلى ملعب كرة قدم. والعمارة فيها مصعدين، عمر المجمع تقريبا 3 سنين. الشقق اللي فيها صراحة مميزة، فيها بلكونات دائرية كبيرة جدا، راح نصورها لكم ونشوفها بالتفصيل. ميزة المنطقة هذه انه واصل لها الغاز الطبيعي، طبعا هذه ميزة مش موجودة في اغلب مناطق طرابلس. راح نشوف الان الشقة رقمها 57 في الطابق 14، عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 190 متر مربع. اول ما ندخل عندنا المدخل هذا، ما شاء الله مدخل كبير، وايضا عندنا هنا اللي هو نظام الانترفون عن طريق الكاميرا. وعلى يميننا مباشرة عندنا دورة المياه الاولى، طبعا في 3 دورات مياه في الشقه، وعندنا بلكونتين، ومن هذا نطلع للصاله. مثل ما انتم شايفين الحجم كبير جدا، حجم الصاله يعني تشيل تقريبا طقمين، بالاضافه الى الاطاله الاماميه البانوراميه نسميها، لانه مثل ما انتم شايفين عندكم القزاز من السقف لين تحت، هذه يقولوا عنها اطاله فرنسيه، الجامع الفرنسي. واترككم مع الاطلاله. إطلالة كاملة على الطبيعة وإطلالة على المدينة، بالإضافة لعندكم الخدمات في المنطقة هذه. طبعا هنا الملعب بالإضافة إلى ألعاب الأطفال والجلسات العائلية. والمنطقة الفاضية هذه طبعا راح يجي فيها شارع رئيسي عرضه ما يقارب 25 متر، راح تقطع المنطقة هذه بالكامل موازية لخط الساحل في مدينة طرابلس. منها نطلع البلكونة، بلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ. طبعا مساحة البلكونة 20 متر مربع، تقريبا امتدادها 8 امتار، عرضها 2.5 متر، على شكل نص دائري، حيث ما شاء الله معطي اطلاله كامله للمدينه والبحر. يعني مثل ما انتم شايفين هذه المساحه تعتبر مساحه كبيره جدا للبلكونه. منها نتوجه للمطبخ، طبعا هنا عندكم المطبخ، تصطيبها الصراحة إكساء عالي جدا، عندكم الدواليب جاهزة، مطبخ على شكل مثلث تقريبا. نرجع ثاني مرة لمدخل الشقة، نشوف الأبواب التركية المعروفة بالأمان، منها نشوف الغرفة الأولى. طبعا مساحتها الغرف أيضا مناسبة جدا، نقدر نحط فيها مثلا سريرين ودولاب، كل أريحية. نتوجه للغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية أيضا نفس المساحة تقريبا. هنا عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة ككل، طبعا فيها الدواليب جاهزة راكبة. وهنا عندنا الشاور مثل ما انتم شايفين، وهنا عندنا الكلوزيت. ومنها نطلع نروح لغرفة النوم الرئيسية، هذه غرفة النوم الرئيسية. طبعا المساحة هذه هنا عندنا منطقة للسرير، وعندنا اللي يميزها عندها دريسنج روم مثل ما انتم شايفين، يعني المنطقة هذه ممكن نفصل فيها دواليب تصير دريسنج روم. وعندنا هنا دورة المياه اللي هي تابعة لغرفة النوم الرئيسية. منها نطلع للبلكونة التابعة لغرفة النوم، هذه البلكونة أيضا على شكل نصف دائري تقريبا، يعني بكل أريحية تقدر تشوفوا هنا المدينة وتقدر تشوفوا الإطلالة، إطلالة جميلة على البحر. طبعا إحنا الآن في منطقة بوستيبا، تعتبر وسط مركز المدينة اللي هي فوق الميدان تقريبا. في الباصات تخدم المنطقة، أيضا على مدخل المجمع
عندنا مخبز، عندنا ماركت قريب اللي هو سوبر ماركت شوك. جميع الخدمات متوفرة بالإضافة إلى وسائل النقل من هنا للمطار، وجرتها تقريبا 2.5 ليرة، وموجودة دائما على مدخل المجمع، يعني بكل أريحية تقدروا تنزلوا لمركز المدينة اللي هي الميناء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.